أنا أستاذة التربية الإسلامية، انتقلت في الحلقة الوطنية وفرحنا وجيت وطلقت الكرة اللي كنت كارية وفرحت بأنني دخلت مراكش، لا سيما أنني فرحت بزاف أنني قررت من المركز الاستشفائي المطلق السادس نظرا لظروفي الصحية اللي كنت كنعاني منها لمدة سنوات وأنا كنعاني. من بعد ما فرحت ودخلت مراكش كنتفاجئ بالانتقال ديالي بأن المنصب بقى في المديرية. اللي كنمشي للمديرية كنتفاجئ بأنني كناخذ منصب في الودايا، الودايا التي تبعد عن مراكش بأكثر من 20 أو 25 حتى 30 كيلومتر. أنا اللي خصني ناخذ طوبيس من الدولية تبدل البقالة وناخذ طوبيس من البقالة اللي كيدير ساعة ديال الطريق 22 وندخل بودرون 2 كيلومتر باش عاد نوصل للإعدادية، وهذا كيعتبر حيث كيظلم أنا الأستاذة اللي تربت على التقاعد، اللي أنا كنعتبر من مواليد 1963 اللي خدمت عمري كله في التعليم، خدمت في الجبال وفي المخلوطة، واليوم بعد ما كنفرح بالدخول للانتقال لمراكش كنتفاجئ بمنصب شاغر هارش وإقليم. ومن هنا من هذا المنبر ما كنهضرش غير على راسي، أنا كنهضر على جميع المتضررين في الحركة الوطنية. أنا كنوجه من هنا النداء لوزير التربية الوطنية حصاد، كنقول لي كيف يعقل أن حصاد أن أستاذ عنده جميع النقاط ديالو 20 نقطة أو 15 نقطة كيدخل وكياخذ منصب حدا دارو كيقطع شنطي، في حين أن أستاذ كيقضي حياته كلها كيقضيها في الفيافي وكيقضيها في الجبال وكيقضيها بعيد على ولاده وبعيد على الأسرة ديالو، كتجي أنت وكتقصيه بصفة نهائية وتقول لي أنت بقى في بلاصتك وندخل هذاك اللي باقي شاب. يعني هل هذا يعني أن الأستاذ إلا تقدم 60 راه ما بقاش كيعطي؟ ما فهمتش. ومن اليوم ما خديت أنا هذا المنصب في الولاية وأنا رافضة وأنا كنعتصم في النيابة ديال جليز مراكش جليز من اللي من 9 الصباح كنبقى تما حتى العشية ولا من يجي. ومن هنا هذا المنبر أنا كنعلم بأنني إلا ما خديتش حقي في المنصب ديالي ضمن المؤسسات العشرة اللي عمرت، مع العلم أنا عمرت في الوطنية عمرت في الجماعات وعمرت في الجهوية 10 ديال المؤسسات، يعني 10 المؤسسات وكان الاختيار 11. لا هاد لا كتعني أنك أعطيني وحدة في هذوك المؤسسات ولا خليني بلاصتي. إذا مادام دخلتيني مجموع النقط ديالي اللي هي 58 نقطة، إذا المفروض عليك مديرية أو وزير أو مفروض عليه يعطيني يا حد المناصب اللي أنا طلبت. إلا ما كانش أحد المناصب أنا كنفضل رجع لبلاصتي، رجع للاحتفاظ بالمنصب ديالي. ومن هنا كنقول بأنني أنا مستعدة لجميع أشكال النضال، بأنني أنا التعليم أصلا بديتو بنضال وخديتو بنضال، وهاني باقي كنناضل رغم كبار سني أنا كنظل في النيابة كنظل معتصمة. وكنشكر ثانيا الموقع اللي تاح لي الفرصة باش نهضر، لأنني اليوم لقيت واحد الفجوة فاش نهضر، لأنني بصراحة أكاد أنتجل وأقول لحصاد حرام عليك لقد حصدت الأستاذ الذي يعتبر هو المربي، لأن لو لم يكن الأستاذ لما كنت أنت وزير، ولو لم يكن الأستاذ لما كانت الوزارة ولا كان المجتمع. ورحم الله زمان خال كاد المعلم أن يكون رسولا، للأسف ما بقاش الأستاذ عنده قيمة، ما بقاش الأستاذ عنده كرامة، اللي كيولي الأستاذ كيتلاح في الفيافي، وولد 16 عام ولا بنت اللي عاد تخرجت عندها عامين تاع الأقدمية عندها 7 ديال النقاط كتلقاها كتعين بجانب المنزل ديالها. وكنعاود شكري لهذا المنبر اللي تاح لي الفرصه باش نهضر، لانني فعلا لازم كنستمر في الهضره ما عرفتش لانني ما غنقدرش نكمل، لانني فعلا انا مظلومه ما خديتش عطله. كاين الناس ماشي غير انا، جميع الاساتذه كتعرفوا راه اليوم كاين اعتصام في الرباط نتيجه الحركه الوطنيه اللي فيه الاثنين والثلاث والاربع واليامات الاخرى كلها كانوا اعتصامات على باب الاكاديميه في النيابات، وبالاحرى ان الاعتصامات او كي تنقولوا حنا فاتين الفتنه راه هو في المغرب كله راه من طنجة للدويرة. يعني إلا ما تحلش المشكل راه المغرب غيطيح في مالات يحمدوا عقبات، وما بغيناش للأسف يكون رشيد التعليم هو السبب، هو الفتيلة اللي باش تشعل هاد العافية. كنتمناو أنه تحل المشكل، ومنها كنتيجي لوزير التربية الوطنية دير حل مع الأستاذ، لأن الأستاذ فعلا لا يهان، الأستاذ عنده كرامة. ومن هنا كنشكركم ثانيا ونتمنى تلقاو أداة صاغية لما قلت. شكرا.